ضمن الإجراءات الاحترازية لتصدي لفيروس كورونا وبهدف تفعيل العمل في مدارس التعليم المهني، تعمل مديرية التربية بحمص على إنتاج الكمامات وفق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة، وذلك في ثانوية الشهيد سمير حمود للتعليم المزدوج. تقوم مديرية التربية الآن بإنتاج عدد من الكمامات. يقوم على هذا العمل ما يقارب 40 معلم حرفة في مهنة الخياطة، والعمل يتضمن خطة لإنتاج ما يقارب 6000 كمامة. هذه الكمامات وفق المعايير الصحية ومعايير السلامة الدقيقة التي وضعتها مديرية الصحة في وزارة التربية. كل الشكر والتقدير لكل العاملين في هذا العمل. عندنا هون تصنيع الكمامات، بدها دوامنا من الساعة 8 للساعة 4 تقريبا. بالمعدل الوسطي بنطالع 700 كمامة باليوم. تمرق الكمامة بعدة مراحل، 7 مراحل، من مرحلة القص لمرحلة التعقيم. عدة موديلات وعدة تصاميم مشان تناسب الجميع. يأتي إنتاج الكمامات ليؤكد على تضافر الجهود في مختلف القطاعات الحكومية لتأمين كل المستلزمات للتصدي لفيروس كورونا. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.